اخواننا في التعليق يعني كلهم قالوا من ضمن الاعمال، جعلوا من اعمال المزدلفه جمع الحصى، وهذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الحصى في طريقه، امر بالتقاط الحصى في طريقه من مزدلفه الى من عرفه منى، الى مزدلفه، من مزدلفه الى منى، يعني بعد ان وقف ودعا ومشى امر بالتقاط الحصى من حيثما جمع الحصى. طبعا الان يعني الناس يقولون احنا لو جينا الى منى بالمراكب والسيارات ما وجدنا حصى، وهذا واقع انه يصعب عليهم ان يجدوا حصى، فلو جمعوا من مزدلفه ما في باس، لو جمعوا من عرفه ما في باس، لكن الكلام على ان لا يظن الانسان كما سمعنا في التقرير انه من الاعمال التي يشتغل بها الحجاج في المزدلفه جمع الحصى، ما في دليل على هذا. طيب الحصى يلتقط من اي مكان. طيب